عايز أقول كلمتين. أنا وأنا هناك النهاردة والمسؤولين في الأمن قالوا لي قول كلمة للي عاملين مظاهرات، فأنا بقول للشعب المسيحي إحنا مش بتوع مظاهرات، إحنا عندنا أمر بيقول اخضعوا للرئاسات والسلاطين. يعني سمعت النهاردة أولادنا بيقولوا إيه؟ ينموت زيهم ينجيب حقهم. مستوردين الكلام ده منين؟ من بره. إحنا ما بنستعملش كلام مستورد. هنجيب حقهم إزاي؟ بدرعنا؟ ربنا ما قالش كده. بقلة الأدب؟ ربنا ما قالش كده. بالخناق؟ ربنا ما قالش كده. مين اللي هيجيب لنا حقنا؟ هو وحده بس. يبقى نرفع ايدينا ونصلي، نرفع ايدينا. انا بنادي لكل الشعب المسيحي، يعني مثلا بعد ما اتكلمت الكلمة وبعد شوية قالوا يا رب، قعد يقول يا رب يا رب يا رب، وبعدين هتفوا وقالوا ايه؟ هتاف انا ممكن ما سمعتوش النهاردة، بيقولوا ايه؟ نفديك بالدم يا صليب، نفديك بالدم. يا ابني يا حبيبي، احنا هنفدي الصليب ولا نفدي؟ شوف الجهالة، الجهالة ان احنا بنستورد لغة العالم. قلت لهم احنا بدل ما ايدينا ترتفع ونقول ينجيب حقهم، ايدينا ترتفع بالصالح ونقف في مسكنة حقيقية امام الله. قلت لما نصلي هننزل السماء على الارض، واحنا ملناش غير ان احنا نصلي، لا نستورد لغة من العالم. ويمكن البعض بعد ما اتكلمت كاتب على الفيس بيهاجمني ويقول لي غلط، ما عادش في وقت نخضع ولا نسأل. لا يا ابني، احنا عندنا امر ان احنا نخضع، مش عن جبانه ولا عن خوف، لكن عن تنفيذ وصيه رب المجد يسوع. اخضعوا للرئاسات والسلاطين، ولينا محامي قدير هو اللي يجيب لنا حقنا. امين. واحنا اللي بيعتدوا علينا لابد نحبهم، لابد نحبهم، لان زي ما بيقول ما يكون لكش تحب كل واحد وما يكون لكش عدو واحد، تحب كل واحد وما يكون لكش في الدنيا عدو واحد، مش كده؟ فدول مش أعدائنا، حتى لو عملوا سووا إيه فينا، إحنا مجبرين إن إحنا نحبهم، لأن مسيحنا وصانا وقال أحبوا إيه؟ طب مش قادر أحب عدوي، أصلي وأطلب من الروح القدس وأقول له أسكب في قلبي محبة، أنا مش قادر أحب، وأقول له ساعدني أتمم الوصية. لكن ربنا ما أوجدناش كمسيحيين أني أخذ حقي بإيدي وأكره فلان حتى لو قتلني. طب ما هم صلبوا رب المجد يسوع وبيدينا المثال، اغفر لهم يا أبتاه. واستفانوس قدامنا كإنسان وشماس قال إيه؟ يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. فاحنا نصلي ربنا يسامحهم ويهديهم ويرشدهم ويفتح عينيهم، لكن ما ندورش ناخد حقنا بايدينا. الناس اللي بيفكروا يعملوا مظاهرات مش بتاعتنا، احنا نفكر نصلي ونعمل اجتماعات صلاه ونسيب القضيه في ايد سيدك العادل. سيدك العادل هو اللي يحكم فيها. أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.